وأولى فقراتنا لليوم يا سالي رح نروح فيها ونحكي عن الحساسية الغذائية يلي هي من أكثر الأمراض شيوعا بين الأطفال، حيث تحدث عادة بطريقة مباشرة بعد تناول الطعام. فشو هي الأسباب وشو هي الأعراض وشو هن أكثر الأعمار يلي بتصيب الحساسية الغذائية؟ رح نتعرف ورح نستفسر أكثر مع الدكتور ظافر سلامة اختصاصي أطفال. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير رمضان كريم. تسلمي. نعد عليك. وعليك. اهلا وسهلا فيك دكتور رمضان كريم. بالبدايه بنعرف انه الطفل هو العنصر هيك الحساس دائما وبيتاثر باي شيء، وخاصه الرضيع، يعني هناك حساسيه دائما بتكون هيك للرضيع لمختلف الاشياء وخاصه الحليب. خلينا نحكي عن الحساسيه بشكل عام للرضيع، الطفل الرضيع. حساسيه غذائيه قصدك؟ طبعا احنا موضوعنا الحساسيه الغذائيه. تفضل. نحن الحساسيات الغذائيه عند الاطفال هي من اكثر الشغلات اللي بنعاني منها بثلاث سنوات الاولى من حياتهم. مشاكل الحساسيه الغذائيه كثير منتشره ولها كثير علامات واعراض مختلفه حسب كل طفل وحسب كل عيله وكل بيئه. احنا في شغلتين معلش انا بدي احكي عنهم، نميز بين شيء اسمه حساسيه غذائيه وشيء اسمه عدم تحمل غذائي. يعني الحساسيه الغذائيه هي انه بتاكلي اكله معينه او شراب معين فبتظهر بعده بدنا نقول علامات او اعراض، منها ممكن بالجهاز الهضمي، منها بخارج الجهاز الهضمي بالجهاز التنفسي، على الجلد ممكن تشوفي مشاكل عند الاطفال او الكبار حتى يعني. اما عدم التحمل الغذائي فهي محصوره بالجهاز الهضمي، يعني بتاكلي اكله ما بتتحملها جسمك. طبعا هي الاليه مختلفه كيماويا بالجسم فبتعمل علامات فقط هضميه عاده بهالموضوع هذا. نعم دكتور، خلينا نحكي يعني أي أكثر الأعمار ممكن يتحسسوا؟ هلأ في أولاد بيتحسسوا من حليب الأم، في أولاد بس يبلشوا ياخذوا حليب صناعي كمان ببلشوا يتحسسوا، منلاقي هي الحساسية التغذية يمكن تظهر على وشهم، يمكن تضرب لهم معدتهم بعض الأحيان، خلينا نحكي عنه. هلأ أول شيء نحن الأعمار الأكثر بالحساسيات الغذائية هي تحت 3 سنوات أكيد يعني. هلأ أكثر شيء شائع نحن بسوريا لنقول هو الحساسيات الحليب، او في طبعا بنرجع بنحكي للنوعين، في شيء اسمه عدم تحمل الحليب وفي شيء اسمه حساسيات الحليب. هلا بيختلفوا بتظاهر الاعراض. هلا حساسيه الحليب هو بتحسسه لبروتين الحليب، ممكن يتحسس لبروتين حليب البقر مثل الحليب الصناعي، ممكن يتحسس حتى لحليب ام الطفل. تماما. فبيعطي علامات احيانا ممكن تكون علامات هضميه، اقياءات واسهالات او امساك او غازات بطنيه شديده، احيانا ممكن يعطي علامات جلديه مثل الاكزيما التاتبيه اللي بنشوفها كثير عند الاطفال، اعراض تنفسيه بنشوفها مثل نواب التشنج، اصابات نواب الربو. يعني حتى ممكن تكون تتفسر بالحساسيات الغذائيه. اما عدم التحمل الغذائي او عدم تحمل الحليب واللي هو اشياء اللي نحن بسوريا 35% من سوريا ما بتحملوا الحليب. نعم. بتظهر فقط بعلامات هضميه اللي هي عباره عن غازات بطنيه، عباره عن نفخه بالبطن كثير قويه، احيانا اسهال او امساك، اقياءات او حموضه عاليه بالمعده. فكل هاي من علامات عدم تحمل الحليب عند الأطفال. نعم دكتور، مثل ما بنعرف دائما يعني الحساسية بشكل عام أحيانا كدكتور بيجيك حالات كثيرة على العيادة وبيكون سبب الأكل، يعني بيكون طالع عشية على الجلد للطفل أو هدول الحرارة اللي بتطلع كمان للطفل بتكون مثلا من نتيجة الحليب أو أشياء تانية. يعني دائما الطفل ما بيميز هو شو السبب، ولكن الأم لازم دغري تشوف الدكتور أنه شو السبب. هلأ أغلب الحالات اللي بتشوفها حضرتك هي بيكون سببها الحليب ولا أغذية تانية، ممكن بعد 6 شهور مثل ما بنعرف الأم بتخلط للولد أكثر من قصة بتصير. طبعا نحن نحكي شغلة، نحن مشان نميز الطفل أنه هو عنده حساسية. نعم. طبعا أول شيء نحن أكثر شيء بنعاني منه بالعيادات هو مشاكل حليب اكيد طبعا عند الاطفال اكثر شيء، هذا اكثر شيء بتشوفيه. نعم. خصوصا بالسنه الاولى من حياه الاطفال يعني. وكثير عندنا مشكله مع الاهل انه يقتنعوا انه والله حليبك انت عم له غازات لابنك، عم يعمل اقياءات او نحن بنسميه طبعا قلص، عرفتي خلص. بسبب الحليب مثلا، هي مشكله بنعاني منها مع الاهل لنوصل لهم هالفكره. هلا بس ندخل اغذيه صلبه، احنا بنتبع نظام الادخال البطيء التدريجي. ليه؟ لانه انت ما بتعرفي يعني، اول شيء هو ما عندنا طريقه تشخيصيه، والله انا اعمل تحليل لابني اعرف هالاكله بتحسس منه ولا لا. هي اعراض، طريقه التشخيص هو التجريب. انه انا فنحن تدخيل تدريجي للاكل عند الاطفال يعني بنبدا تدريجيا يعني. انا عاده بتدخل من الشهر الرابع يعني، طبعا النظام العالمي هو من الرابع مو من السادس معلش يعني، كثير تغير البرنامج احنا بالنسبه لنا. فبندخل تدريجيا وشوي شوي كل يوم بندخل اكله، بنعطيها فرصه يومين او ثلاثه. عملت اعراض كثير قويه، اقياءات شديده، اسهالات، امساك، اندفاعات جلديه،
تشنج عصبات، بدنا نقول هاي الاكله ممكن يكون متحسس منها ابني، بوقف له اياها بضل بدخل اكله، بنطر لتروح الاعراض بدخل اكله ثانيه، ما عملت له اعراض. يعني هي تجربه كل الوقت، هلا هي تدريجيا ادخلت الرجيم تجربه، ما في ما في خيار ثاني، ما عندي خيار ثاني. نحن يعني احكي لك نحن ليش هالموضوع بنمشي عليه، فبندخل اكله بنمشي عليها لانها تحملها، بندخل شيء ثاني وعلى مهل ما يعني قدامنا وقت طويل ندخل كل اغذيه الاطفال. خلالهم اذا في اكله معينه تحسس منها ابني بوقف له اياها، ممكن عيد ادخالها على السنه، تحملها ما تحملها برجع بوقفها، ممكن عيد ادخالها على ثلاث سنوات. اغلب الحالات حساسيات غذائيه عند الاطفال، هي ميزه كثير مهمه للاطفال انه تروح على ثلاث سنوات، بس في جزء منهم لا بتضل كل عمره موجوده. طيب انا كيف بدي احكم والله انه انا ابني بتحسس، لنقول مد الرائن. يعني طبعا بتعرفي من الاكلات المحسسه بندوره والدره والدرائن اكثر شيء محسس، بدي ادخله شوي شوي اشوف علاماته للطفل. ما بتقدري كمان تحرمي كل عمره من الزمان من هالاكله، لانه بدي انا اوقف ارجع بعد فتره اعمل له محاوله ثانيه. هلا اذا صارت القصه خلص بحكم عليه متحسس، برجع على ثلاث سنوات بعملها. هلا نحن في تحاليل بتنعمل للحساسيات الغذائيه، طبعا اول شيء بس بتنعمل باعمار كبيره، بس الفكره انه انا بدي يكون اول شيء ابني هو عنده علامات كثير شديده، ممكن يروح على مستشفى كذا مره بتشنج عصبات لانه او علامات طاقيه كثير شديده، او اذا كان يعني نحن وصلنا لعمر ما عاد عرفنا نحن شو عم تحسس ابننا، ممكن نشتغل هالشيء. طبعا هذا الموضوع متعب جدا للاهل وللطفل بس نعمل هيك اجراء، لانه اجراءات وما بعد التحليل هي الصعبه. مشان هيك ابسط شيء بالعالم، انت ابنك جديد وفايت على هالدنيا جديد وعم تدخلي له اكل شوي شوي، صح. على مهلك اعطيه الاكل. طيب دكتور، بس سؤال قبل ما نفوت بالاعمار اللي بعد ثلاث سنين، ممكن الغذاء تبع الام يؤدي انه حليبها يكون بحسس الاولاد ولا لا؟ طبعا طبعا يعني ممكن، هي ممكن في كثير شغلات، في كثير شغلات ممكن تعبر الحليب تعمل حساسيات غذائيه عند الاطفال. ليه منه؟ هلا يعني لا قصدي انه الام اذا تغذت غذاء خاطئ ممكن يسبب هذا الشيء، اذا كانت هلأ مرضعه بسبب هذا الشيء حساسيه. لا نحكي شغله، وقت اللي انا بتحسس من اكلي مو يعني الاكل هي خطا، يعني هذا مو غذاء خاطئ، انا جسمي ما بيتحمل هالاكله، عندي مشكله انا مع هالاكله. عرفتي؟ فممكن اكلات اذا ابني بتحسس من اكله معينه، لنقول بيض وانا الام اكلت بيض، ممكن تلاقي علامات عند الطفل. ممكن تمام. بس مو لانه هو غذاء خاطئ، لانه لا ابنه اكيد طبعا منه. اكيد 100% طبعا نحن عم نقول انه هي اصلا لازم نجرب. طبعا هو كله تجربة، نحن كله ترجع بقول لك نحن منا انه لانه نحن ما عندنا امكانيات طبيه، لانه ما عندي خيارات. الاكل كثير بالدنيا ومتنوع ومختلف. غير طبيعه الاكل دكتور، خلينا نحكي عن المناعه للطفل، قديش بتلعب مناعته دور بالحساسيه؟ مثل ما بنعرف كل طفل بيولد مناعته مختلفه عن طفل اخر، حساسيته للاغذيه مختلفه للطعام، في اطفال بنعرف انه يعني بياكلوا ما شاء الله، يعني بتصير ست شهور بتصير امهم بتدخل لهم اللحمه الرز يلي هو الخضار ما بيصير لهم شيء، وفي اطفال معدتهم فور ما يدخل شيء غير الحليب فهن عرضه للحساسيه، المناعه قد ايه بتلعب دور؟ هلا اول شيء نحن نحكي انه هي المناعه لها علاقه؟ اكيد لا. طبعا هي بالنهايه جهاز المناعه بيلعب دور، بس هي موضوع تحسسي، فنحن اذا طفل ما خص المناعه بالتحسس اكيد لا، نحن يعني في شيء هو اكيد له علاقه بجهاز المناعه، بس مو مشكلتي انا ابني اذا بتحسس هو ضعف مناعه، لأن الاهل رح يفهموا فكره انه انا ابني اذا تحسس من بيت فهو عنده ضعف مناعه، لا اكيد لا هذا موضوع منتهي تماما. بس الفكره انه في اطفال قدرتهم على تحمل الاغذيه اكثر من اطفال طبيعي، لانه هي موضوع شخصي. هلا اللي بيلعب دور هو القصه العائليه والوراثيه، لانه اذا انت عندك عائلات بسموها العائلات التأتبيه اللي عنده مشاكل تحسسيه متعدده، في عائلات هيك العائلات في عندهم ربو، عندهم رمد ربيعي، عندهم حساسيات جلديه واكزيمات، هلا هول العائلات بسموهم عائلات تحسسيين، فاكيد اطفالهم بدنا نكون حذرين تجاههم اكثر من عائله ثانيه انا ما عندي مشكله بتاريخي بالحساسيه. طبعا نحن بس لكل معلومه انه نحن بالاحصائيات الجديده انه 22 لنقول 22 او اكثر من تقريبا ربع سكان الارض عندهم حساسيه باشكالها، مشان هيك يعني مانا شغله نادره ولا شغله قليله، ونحن بلادنا بلاد الحساسيات يعني. يعني هي هاي الفكره، اما انه جهه انه انا ابني بتحسس من اكل فهو عنده ضعف مناعه، اكيد لا هذا حكي ما له موجود. ما لا بس الفكره الثانيه نحن بنحكي مشان ما نقولوا احنا اصلا هو الحساسيه لها جهاز مناعه له دور فيها، هي حساب الاي جي اي والايوزينات تبع الجسم. نعم دكتور، بنشوف كثير من الاطفال يمكن بيحبوا التشيبسات، بيحبوا القصص البسكوت الشوكولا، هذا الشيء كله مضر مثل ما بنعرف لجهاز المناعه، واذا كان معهم تحسس اكيد كمان بضر. ممكن هدول الاكلات تعمل حساسيه للاولاد وخاصه بعمر صغير اذا اكلوا تشيبسات او بسكوت او اكل من برا يعني. لا بنرجع بنحكي شغله،
احنا بنميز كمان تجارب تجارب بس عم بحكي النسبه لا لا انا مقصدي مو هيك. احنا بنميز بين اسمه شيء اسمه حساسيات غذائيه وعدم تحمل غذائي. يعني كثير شغله مهمه. هلا هول الاكلات اللي موجودين بالسوق بدك ترجع اول شيء لمصدرهم صناعتهم. ممكن يكونوا ملوثين لهم مشاكل ثانيه. ممكن تعمل لك هذا الشيء اسمه عدم تحمل غذائي. كثير بيجيك اطفال متسمين من اكله محطوطه بها الشمس، مصدرها منه موثوق، ما انا مراقبه صحيحه صحيه خاصه مدتها، فبصير عنده اقياءات اسهال. ممكن الشيبسات تكون فيها كثير من بهارات مثلا. هاي الشيء. هلا الشيء الثاني انه الحساسيه طبعا ممكن يتحسس باي اكل ثاني بالدنيا. يعني ممكن الشيبسات عم يحطوا لها مواد حافظه، هي مواد كيماويه بالنهايه، عم تحطي بهارات، عم يطعموا لها طعمتها، لانه ما في شيء شيبس بالجبنه اكيد بيحطوا له شيء لهالموضوع هذا. بعدين انت وقت بتحطي اكله محضره بضل 6 شهور فاكيد بدها مواد حافظه ولا بتخرب. فكل هاي المواد ممكن يتحسس منها. بنرجع لفكره اساسيه انه نحن ما بنقدر نحرم ابننا من كل شيء. والله نعيشه انه بعالم مستحيل. يعني انت ابنك راح يروح على المدرسه وراح يشوف اولاد، راح يطلع يلعب بين الاولاد، فراح يشوف غيره عم ياكل. اذا ما حرمتيه حرمان قاسي راح عنده مشكله نفسيه اكيد، رد نفسي. فنحن نكون حذرين. انا دائما بوصيهم للاهل اول شيء انه تكون مصادر الاغذيه اللي عم طعموها لاولادكم هي مصادر نظيفه موثوقه حفظها جيد، وتكون هي مكافاه انه انا بعطيك هيك حلوانك لانك انت عملت هيك، بصير هو يمشي مثل ما بدك اكثر. عمليه خلينا نقول دائما هيك حيل الحلوه تبع الاهالي للاطفال، وخاصه الاطفال، انه الطفل بيشتهي مثل ما بياكل رفيقه بده ياكل، الطفل بيشتهي وما فينا نحرمه بس بقدر معين اكيد. خلينا نحكي عن الوقايه. فينا نحن نعمل وقايه، وفي حال صار حساسية مفرطة العلاج. تفضل دكتور. هلا اكيد فينا نعمل وقاية. نحن مثل ما حكينا بالتدخيل التدريجي للاكل. يعني اذا كانت الام كثير هيك يعني متابعة لابنها، طبعا هي تغذية اول، خصوصا اول سنتين ثلاثة، انت ابنك عايش ببيتك. فاسهل شيء دخيله تغذية، دخيله اكلة ورا اكلة. شوفي اذا اكلة جديدة اول مرة عم ياكل عملت له مشكلة، طبعا انا بدي اوقفه خاصة القصة كلها بعضها. فهي اسهل طريقة للوقاية. نحكي عدم تحمل الغذائي، الوقاية عن طريق الأكلات النظيفة المضمونة، المصادر المضمونة. هلا هاي بالنسبة للوقاية. أما إذا صار عندنا علامات حساسية حسب شدتها. صحيح. هلا في أطفال يصير عندهم ارتفاعات جلدية بسيطة، ممكن تتركيها لحالها تروح. في أطفال ممكن يصير عندهم إقياءات وإسهالات. ممكن هتضطر أحيانا توصل للمستشفى على الإيسيرومات. في أطفال بفوتوا بشيء اسمه صدمة تأقية. هلا شو صدمة تأقية؟ بيجيهم نوبة حساسية كثير قوية، كثير هائلة، وبصير عندهم وزمات شديدة، بتلاقي عندهم بصير في صرير حنجري، وهذا أخطر شيء. نحن بس يصير في صرير بالحنجرة، يعني بتتشنج حنجرته، بينبح صوته، وقتها حتما ابنك صار إسعافي على المشفى. طبعا نحن وقت بندخل تدريجيا وكميات قليلة كثير مشان ما يخافوا الأهل، كثير صعب نوصل لهالمرحلة، يعني كمان بدنا نخوف الأهل، يعني وهي حالة كثير نادرة. اما نحن الاعراض اكثر شيء بنعاني منه واللي ممكن تنيم ابنك بالمستشفى هي الاقياءات والاسهالات. نعم دكتور، يعني دائما بدنا نحكي بالختام، دائما لازم الام تراقب ابنها تحت اشراف الطبيبه، يعني بدون اجتهادات من الجيران او من الصيدليه او يعني تعملوا لابنها هو جرب عليه كثير، لازم شوي هي تتبع نصائح الدكتور. هلا في كثير شغلات انت يعني هلا اول شيء الاطباء الحمد لله بلدنا كثير متعاونين كلهم. كله بيرد على التليفون، كله بيجاوبك، فانت احسن ما تسالي جارتك، دقي للطبيب اسالي سؤال، ما راح يتضايق الطبيب اذا سؤال بسيط وبمحله يعني. هي شغله. الشيء الثاني انت وقت تكوني انت ضابطه تغذيه ابنك، عم تراقبيه، عم تدخليه على مهلك شوي لحالك، ويعني وهلا اصلا العالم صار مفتوح، الانترنت موجود، فيك تقري شويه اعراض عن الحساسيات الغذائيه، عن تدخيل التغذيه الترويجيه عند الاطفال، وتفوتي عليهم بكل بساطه، تقري جنبي ابنك القصص، وما توصلي لمراحل انه تحتاجي اجراءات كثير قويه لنقول انه مثلا مثل نوبة نشفة على الطفل. نعم دكتور، بدنا نشكر وجودك معنا، بدنا نشكر المعلومات اللي قدمتها للجميع اللي كانوا يعني عم يحضرنا اكيد ومتابع هذه الفقره اللي بتهم طفله، العنصر الجميل دائما. كل الشكر لك دكتور ظافر سلامه اختصاصي اطفال، اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك.